علاء الشكرجي، شوي دوريجين ايراكيان الاصول العراقيه بس ساكنه بالمغرب صافي 25 عام. انا كنت برسم من زمان سور دي فوي بيان سور، مي جي كومونسي لا بينتور صافي 2 عام ولقيت راسي جو بو بلو ماريتي بلوتو. C'est devenu comme une manière pour déstresser, pour me détendre. Et en fin de compte, le qu'est rasi كندير des très beaux tableaux. Je suis fière de mes créations. والله دابا حاليا كنحاول زعما نجرب مختلف الاشكال، مختلف التكنيك. يعني هنا ان ستايل ماروكان و je me suis dit il faut essayer le style marocain. Jusqu'à présent, بغيت je veux toucher à tout. باش نتعلم différentes techniques parce que avec chaque tableau, on apprend d'autres choses. حيت الى بقيتي في ان ستايل ليميتي كتبقى شويه محدود. Presque 20 à 30 heures de travail. حيت il y a beaucoup de détails des fois الى قصتي في ان كولور tu dois pas toucher à côté كيدخل بعديا دونك خاصو ينشف كياخذ بزاف ديال الوقت. انا فخوره ان شاركت طبعا في هذا المعرض مع صحاباتي. tu découvres les autres كتشوف الفنانين الاخرين شنو داروا، يعني عنده اضافه فنيه ليك والمسيره الفنيه. كنمارس هذا الفن مع الخدمه ديالي في اوقات الفراغ ديالي، هذا منبع الراحه بالنسبه لي كيخليني ندوز اوقات جميله مع العائله ديالي وحتى في الخدمه ديالي، وكيعطيني واحد القوه شخصيه. وانا فرحانه اللي كندير هذا الشيء واللي كنقدمه وكن جلو بارطاج مع الناس اللي هنا. كنفرح اللي الناس كيستمتعوا بهاد اللوحات، وانا كيعجبني نخدم بالالوان ويعجبني نخدم بالمادات ونخلق بحال دي اتموسفير مختلفين. انا لي طابلو ديالي هما وقت ديال ليموسيون، كتكون عندي واحد ليموسيون وكن جلي اكسبريم في هاد لي طابلو، وكيجيو مع الالوان ومع لا تيكستور وكنرتاح ملي كنكون كنديرهم، كنرتاح بزاف وجو مو ديتون انورميمون وهادشي اللي كاين. انا لي طابلو ديالي كلهم غاليين في عينيا، كلهم غاليين عندي، وهذا الثمن اللي تندير هو كليرمون زعما غير بوغ ديموكراتيزي، ثمن قليل ماشي هادو مال الاثمنه اللي كيتمارسوا في المعارض وفي. انا دايره ثمن قليل غير بوغ بارطاجي ونعرف الفن ديالي ولا اللوحه ديالي كاينه في شي دار اخرى، شي ناس اخرين كيستمتعوا بها. سي تري اكسيسيبل والحمد لله جاب الله تيسير مع هذا المعرض، وانا فرحانه اللي شاركت في هذا المعرض.